تفضلي يا فدوى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، علي صوتك شوية يا فدوى لو سمحتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم من فضلك السلام. كنت عايزة أسأل الشيخ، أنا خالتي عندها بنت واحدة وثلاث صبيان، فهي وزعت الذهب بتاعها على أولادها، وكان في جزء من الذهب خلته الحفيدين اللي هم أولاد بنتها. فالبنتين دول هم اصلا مامتهم وباباهم منفصلين ومعاملتهم ليهم مش حلوه يعني، فهي كانت مخليه الذهب ده ليهم بحيث ان هي ان هم يعني ياخدوه يعني لما يجوا يتجوزوا يساعدهم في جوازهم يعني. فدلوقتي البنات دول عندهم سلاسل وحاجات صغيره كده، مثلا كل واحده بتاعت 30 جرام، والحاجات اللي خالتي مخليها لهم لما كانت حاطه لهم كل واحد حوالي حاجه و60 جرام. هي كانت فاكره ان ادام كل واحده حاجه و60 جرام فهم كده ما يعني ما بلغوش النصاب، فبالتالي ما عليهمش زكاه. لكن لما فكرت في موضوع السلاسل والحاجات اللي عندهم هم الشخصيه، لقيت ان هم الاثنين هيعدوا كده النصاب. من ضمن الحاجات اللي هي عندهم دي كان في روشتين كانت عند مامتهم، وهي خالتي قالت لهم قالت لها ان هي تديهم للبنات مقابل حاجات هي اديتها لها، يعني كانت اديتها لها قبل الروشتين دول ما يتحطوا على الحاجه بتاعت البنات، الحاجه ما كانتش بالغه النصاب، هي لسه مديالها الروشتين دول الشهر ده، فبلغوا كده النصاب. مش عارفه بقى هي دلوقتي خايفه تكون ان هي كده عليها الفلوس بتاعت الزكاه من 10 سنين او من 15 سنه من ساعه ما حطت يعني الذهب ده للبنات، لان هي كانت حطهم على اساس ان ده 60 وده 60، ما كانتش تعرف ان هم عندهم ذهب تاني، هم اطفال مش يعني ما كانوش بالغين. طيب ساعتها. حاضر يا فندم، حاضر. عندك اي تفصيل؟ لا، هو الاول هل الجده دي كانت بتقسم ميراث ولا بتهدي؟ اذا ميراث طبعا هي من حقها انها تعطي الحفيدات، لان ده من باب الوصيه، لانهم مش ورثه. صحيح. الوصيه تجوز لغير الوارث. شرط ان ما يكونش يكون في حدود الثلث، لا يزيد. هو الهدف في الاطار ده، الهدف كان عشان ايه؟ نسكت الجواز. فاهم، بس انا بقول لك اذا كان في الاطار ده فهذا جائز طبعا شرعا. طيب حطيته بعدين، هل ذهب البنات لابساه ولا مركون؟ ال 61 مركونين. اه، لكن هم البنات في ايديهم وهم صغيرين ذهب، حاجات صغيره لما وزنوهم النهارده وهي معاهم من زمان. اللي ملبوس من باب الزينه فهذا لا زكاه عليه. المكنوز للكنز لابد يكون 85 جرام ذهب. طبعا عندي سؤال هنا بسيط كده يا شيخ. اتفضل. انا ممكن اجيب الذهب ده من 85 جرام ولا 100 جرام ذهب والبسه للزوجه اي واحد؟ حلو. ولما احتاجه اقوم بيعه كده، انا بلف وادور بقى. في فرق. نيتك ايه؟ ايوه، انا محتاج اثبت الحته دي. نيتك ايه؟ انت نيتك وانت انك لابساه للزينه ولا عشان اهرب من الزكاه؟ تهرب من الزكاه انت خلاص، وفي حد هيجيبك من افاك تعالى زكي؟ لا طبعا، لا انت خايف من ربنا فبتزكي. خليني اسال بقى سؤال هنا عشان برضو تكتمل الصوره عند فدوى. 61 و30 91 جرام ذهب، وانا اعتبر ان ال 31 دول محطوطين مع ال 61 او ال 30 مع ال 61، خلاص كده يبقى 90 جرام ذهب، يبقى من حقها لازم يخرج عليها زكاه. نعم. بقى لها 10 سنين ميكانيزاهم. ولم تكن تعلم. خلاص تزكي لعام واحد، او اذا كان تقدر لكل العوام، كان مش قادره. هو لو طلعت صعب كله الذهب راح كله. ماشي، تزكي لعام واحد. لا مشكله في ذلك. نعم.